خبر حزين جدا، أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان أشرف مصلحي، عنده 49 سنة. رحل مصلحي وكان بيعاني من مرض السرطان بقاله فترة طويلة وتوفى. البقاء لله، وربنا يصبر زوجته وربنا يصبر أهله، يعني ابتلاء كبير جدا. أنا معايا دلوقتي على الهاتف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. أستاذ أشرف، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا الخبر تم نشره امبارح، واحنا عرفنا على طول امبارح ان هو خبر حقيقي، وكنا متضايقين جدا. وطبعا عرفنا ان هو كان مريض بقاله فتره طويله جدا، فلو حضرتك حابب تعلق على وفاته. والله يعني خليني اعزي نفسي واعزي كل زملائي واعزي اسرته الصغيره والكبيره. ايوه، اشرف خلوق جدع، يعني أنا حتى يمكن كتبت قلت وداعا صاحبي الجدع. أشرف كان جدع جدا جدا. أيوة. وراجل وصاحب موقف وصاحب صاحب. ما أعتقدش إن أقول لك على حاجة. النهارده الجنازة أنا حضرت جنازات كتير وقلت. كان في أزيد من 150-200 سيارة. شوفي كل سيارة كان فيها كام واحد. أيوة. يعني وراء في تشييع الجثمان النهارده. أيوة. فده يدل على إن الناس بتحبه. يعني حتى كانت معايا مراتي قلت لها بصي هذه لحظة صادقة. أوه. من القلب. الناس كانت جاية تودعه وهي يعني صادقة في مشاعرها. أيوة. وإحنا إن شاء الله بكرة نتلقى العزاء في مسجد المشير، وربنا يصبرهم ويصبر المخرجة الكبيرة الأستاذة منال الصيفي وولاده ويصبرنا جميعا، لأن أشرف شخصية نادرة يعني صعب التعوض يعني. وشكل في النهاية كان هو المرض كان مأثر عليه بشكل كبير، يعني حالته كانت سيئة جدا. خد وقت طويل يعني، الحمد لله ما غلاش على خلقه والحمد لله يعني. لكن بنقول دايما العبرة خير دليل على حب الناس دي. والعبرة بالنهاية والعبرة بالخواتيم، يعني ان الناس بتحبه بالشكل ده معناه ان اكيد كمان ربه بيحبه، يعني ان هو الوداع يبقى بالشكل ده. الحمد لله. بشكرك جدا على الاهتمام. بشكرك جدا دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. ربنا يصبر أهله يا رب. كان بيعاني من مرض السرطان.